السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقائي، قبل أي شيء عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. بشرى مشروطة للعراقيين حقيقة الإمكانية الحكومية بتوزيع 6 دولارات شهريا. أوضح الخبير الاقتصادي باسم أنطوان بشأن إمكانية توزيع الحكومة لمبالغ مالية شهرية على المواطنين وفق ما صرح به أحد أعضاء اللجنة المالية في البرلمان. وقال أنطوان في تصريح أن توزيع مبالغ مالية على المواطنين في حال قررت الحكومة هذا الأمر سيتسبب بتضخم اقتصادي وارتفاع الأسعار في الأسواق، حيث يتوجب على الحكومة توفير بضاعة بكميات أكبر من الحالية في السوق لكي تلبي الحاجة بين العرض والطلب. وأشار إلى أن الأمر معرض لعمليات فساد، حيث يوجد الآلاف من المواطنين الوهميين الحاملين للبطاقة التموينية. وأضاف أن العراق يعتمد إيراداته على بيع النفط الخاضع إلى تذبذب الأسعار المستمر، وبالتالي ستكون هنالك فترات تعجز فيها الحكومة عن دفع هذه المبالغ إلى المواطنين، حيث أن دفع مبلغ 6 دولار لكل فرد سيكلف خزينة الدولة لأكثر من 240 مليون دولار شهريا. ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة العراقية إلى توزيع وجبة غذائية ثانية للمواطنين بدلا من التفكير في دفع مبالغ مالية يكون الضرر فيها أكبر من المنفعة. وأعلن عضو اللجنة المالية النيابية مشعان الجبوري في وقت سابق أنه سيتم توزيع مبلغ 6 دولار لكل فرد عراقي شهريا. الجدل يفجر الوضع، تفاصيل بديلة التموينية أو إلغائها من قبل بعض النواب تسبب بمشكلة كبيرة. أثار تصريح عضو مجلس النواب مشعان الجبوري بخصوص إيجاد بديل لتوزيع الحصة التموينية في العراق جدل كبير بين العراقيين الذين رفضوا هذا المقترح جملة وتفصيلة. وقال الجبوري في تصريح انه سنقوم بتوزيع 6 دولارات وربع لكل مواطن عراقي بدلا من الحصة التموينية باستثناء القمح. وعد الجبوري ان هذا المبلغ كبير جدا للعراقيين، وقوبل هذا التصريح بتندر من قبل العراقيين الذين رفضوه جملة وتفصيلة ورأوا انه سيفتح بابا من ابواب الفساد. ان هذا التصريح هو إذانا من قبل الحكومة بإلغاء مفردات البطاقة التموينية والانصياع على صندوق النقد الدولي. وأضاف أن البطاقة التموينية رغم تقليصها إلا أنها أحد مصادر المواطن العراقي الفقير الذي أصبح لا يقوي على مقاومة غلاء الأسعار الذي أحدثه خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. وعبر أن هذا التصريح هو محاولة لإيجاد مصدر من مصادر الفساد تضاف إلى مصادر الكثيرة التي بددت خيرات العراق إلى جيوب الفاسدين. إلى ذلك عد الكاتب الصحفي سمير داود حنوش إلى أن حكومة تصريف الأعمال غائبة عن الوعي بغياب معتمد ومقصود عندما تصف موازنتها بالانفجارية. وقال ان الحكومة صرحت ان لديها وفرة مالية احدثها قرار زيادة اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في سابقة خطيرة لم تشهدها اي دولة تحترم عملتها الوطنية، مع ما احدثه ارتفاع اسعار النفط جراء الحرب الروسية الاوكرانية. واضاف ان تلك الوفرة المالية التي احدثها ذلك الارتفاع جعل حكومة تصريف الاموال تقر مشروع قانون الامن الغذائي بميزانية تصل الى 12 تريليون دينار، مشيرا الى وجود تنافس عليها في السلطة التنفيذية والتشريعية والتي ستجعل من هذا القانون شبه مشلول أو عاجز أمام الأزمة الغذائية التي تواجه العراق بسبب الفساد والسرقات التي ستطيح بهذا القرار. من جانبه علق الخبير الاقتصادي باسم أنطوان إلى أنه إمكانية توزيع الحكومة العراقية لمبالغ مالية شهريا على المواطنين وفق ما صرح به أحد أعضاء اللجنة المالية في البرلمان. وقال إن توزيع مبالغ مالية على المواطنين في حال قررت الحكومة هذا الأمر سيتسبب بتضخم اقتصادي وارتفاع الأسعار في الأسواق